السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Model Element Assuring MEA Schedule ده مثال، ده من الكود النيوزيلندي. ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان انا عندي الموديل بتاعي فيه عناصر كتيرة، فانا هبدأ اقول كل عنصر تبع اني مين اللي عمل الموديل دوت. ممكن يكون بتعامل مع اكتر من شركة او اكتر من شخص، فببدأ اكتب الشركات ديت. وطبعا عشان سهل على نفسي الشغل مد لي اكواد معينه عشان يفرق المعماري عن شيء عقار ميكانيكال. وعندنا ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت، ال 100 اللي هي كونسبشوال، وهكذا ال 200 300 350 400 500، دي درجه التفاصيل. في الكود البريطاني بتختلف بعض ما، يعني 500 بيسموها اسبلت، هي فيلد فيرتيفايد، يعني متاكد من الشغل دوت هو اللي اتنفذ فيه الموقع ولا لا. كل حاجه، كل العناصر بتبقى موجوده بالشكل دوت، وكل حاجة بيبقى قدامها اللون بتاع مين اللي عمل حاجة ديت. وتقدر تكتب اسم الشركة نفسها، وبعد كده ال او دي المطلوب فيها كام. يعني على سبيل المثال في التسليمة دي مثلا هنسلمك توغرافي 200 200 200، مش هندخل في درجة التفاصيل اكتر غير في الديتيل ديزاين، هخليها 300، ما تستناش مني اكتر من كده. وفي الروتس مثلا 200 300 300 350 400، الكلام ده مش ثابت، الكلام ده بنتفق عليه من اول ما نبدا المشروع. ممكن اقول له انا في جزئيه معينه هسلمها لك كلها 200 لحد اخر المشروع، مش شايف انها مستاهله ان انا احط تفصيل واتعب نفسي فيها. فلو احنا متفقين عليها من العقد ده بيسهل علينا كتير قوي. ده نموذج اول حاجات، مثلا البايب وورك ده مش هتلاقيه في اول مرحلتين، هتلاقيه في الديفلوب ديزاين والديتيل ديزاين. البايب وورك تمام، هدولك 200 وبعد كده هدولك 300 200، يعني اقدر اقيس طول العرض بتاعه وهكذا بالالوان بالاسم الشركه اللي عامل حاجة.